اتكلمنا النهارده انا وبسنت في بدايه الحلقه عن يعني عدد من الناس بيبتدوا ينشروا صورهم الخاصه واولادهم وحياتهم على المشاعر على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. شايف الظاهره دي ازاي؟ وعايزين نتكلم على حرمه الحياه الخاصه للانسان. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في البدايه احب ارحب بحضرتك، وانا سعيد ان انا معاكم في هذا الصباح الجديد، واسال الله تعالى ان يجعله صباح خير ونور وبركه على امه محمد عليه الصلاه والسلام. هذا الموضوع للاسف بدانا نجني ثماره في هذه الايام، وحين نتصفح ايات القران الكريم نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. التجسس هو أن يتصنت الإنسان على أسرار غيره التي يحب أن يخفيها عن الناس. وللأسف لم يكن يخطر ببال العلماء وهم يفسرون هذه الآيات إن سيأتي يوم من الأيام والإنسان هو اللي طلع خصوصياته طواعية من غير ما حد يطلب هذه الخصوصيات منه، بل أحيانا يتاجر بها أمام الناس كما نرى ونشاهد ونسمع كل يوم والتاني عن التيك توكر فلان وعن اليوتيوبر فلان اللي بيطلع أسرار زوجته، يطلع أحيانا أسرار أولاده، بل أحيانا يدخل الأمر إلى الاتجار بالبشر. فيعني الذي يجعل أولاده عرضة للسوشيال ميديا اللي هم أقل 7 سنوات زي ما في القانون، فربما يدخل في حكم الاتجار بالبشر. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تجسسوا. والإنسان إذا تجسس عليه ذنب عظيم، وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك أمر محرم ومقطوع بحرمته، فكيف بإنسان يخرج أسراره واضحة من غير ما حد يطلب منه هذه الأسرار ويخرجها؟ سيدنا الإمام الطبراني يروي أن سيدنا عمر بن الخطاب جاءه في يوم من الأيام بعض الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أبا محجن يشرب الخمر في بيتي، بيعمل حاجة حرام في بيته. فذهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى بيت أبي محجن ودخل عليه فوجد معه رجل، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين، إنك قد ارتكبت محرما. فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، والله لقد صدق. هو رايح يفتش على أخباره، إيه بيشرب خمر فعلا ولا لأ، بيجمع ناس يجلسوا معاه في أسرار بيته ولا لأ. فخرج أمير المؤمنين واعتبر إن هو كده انتهك خصوصية الناس ودخل بيوت الناس وفتش عن أسرار الناس، مع إن ربنا لم يأمرنا بالبحث لا بما في صدور الناس ولا بما في أسرار الناس. صحيح. ولذلك نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بهذا الأمر. إذا كان القرآن الكريم ينزل آيات كاملة في سور الآداب، سورة النور وسورة الحجرات، ويبين آداب الاستئذان، أنا رايح زيارة الأستاذ محمد، أستاذ محمد جاي زيارة ليا، إزاي يستأذن عليا؟ إزاي يخبط عليا؟ إزاي يدخل بيتي؟ إزاي لما يدخل يقعد إزاي؟ ما يبصش لإيه ويبص لإيه ويتكلم إزاي؟ إذا كان الإسلام قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الإسلام أمرنا إزاي نستأذن؟ وأنت فاتح الكاميرا لدرجة إن من المضحك إن في يوتيوبر مشهور يفتح الكاميرا ومن كتر ما هو شغال ينام، فلما ينام أسرار بيته هو واضحة وصريحة، أولاده، زوجته، أكله، شربه، طريقة نومه، طريقة مشيه، كل الأمور دي لا شك أنها داخلة من الناحية الدينية. صحيح. أنها أمر مبتذل.